هيدي سيكريت ما فيها خبر. السيكريت السر هلو انا موجودة اليوم عند دكتور رامي عبادي لنحكي عن الالثيرابي ماشين. شو هي الالثيرابي ماشين وشو بيميزها عن غيرها من الماشينات الموجودة بالسوق اللي هي نون سيرجيكال ماشينز وتعنى بشد البشرة؟ الالثيرابي تستعمل مايكرو فوكست الترا ساوند نعمل تارجت لمحل بجلد معين للسماس تنشط الكولاجين والالاستين ونعمل تايتنينج وليفتينج للسكن. اكثر محلات بنستعملها للالثيرابي هي للايبراو ليفتينج للدبل تشين التايتنينج تبع النك اريا للنك كله وللديكولتي كمان. هلا الفكره انه الالثيرا غير فكره انه كثير في دراسات عليها كمان هي ماخذه اف تي اي ابروفل من المكانات اللي ماخذه اف تي اي ابروفل للانديكيشنز اللي هي ليفتنج وتايتنينج للسكن. بالنسبه للبين هذا موضوع بهم كثير البيشنت. هل هي painful؟ هي البين tolerable وأكيد للناس اللي كتير حساسة عنا procedures معينة بنعملها تنخفف البين لإلون تكون tolerable. شو هنه؟ هيدي secret ما في خبر. هيدي secret سر الرهنة سو بتخففولون الوجع. أكيد عنا طرق كتير تنخفف الوجع على البيشنز اللي بيتوجعوا بس إجمالا هي very tolerable procedure. دكتور بعد قدي لتبين نتيجة هل عطا نحن وعم نشتغل على البيشنز مجرد ما نعمل أول part من الفيس من لاقي direct result بس بكز عم نشتغل على الكولاجين والالاستين تاخد تقريبا 3 اشهر تتبين النتيجة مزبوط والنتيجة بتضاين سنة او سنتين حسب البيشنت. بالنسبة للسيفتي قدي الالثيرابي هي سيف بالنسبة للبيشنت؟ اكيد هي واحدة من الـ very safe treatment ما في ريسك اساسي خاصة اذا عم تنعمل عند حدا اختصاصي. الـ non-surgical machines دكتور رامي عبادي بينصح فيهم أكثر من إنه ينعمل سيرجري؟ أكيد بدنا ننقي الـ proper patient والـ proper indication تيستفيد الـ patient من الـ procedure. الألثار عادة ننصح فيها بعمر معين حسب شو عم نعمل خاصة للـ patients اللي صار عندهم بداية ترهل بوجهن، يعني عم نحكي عن 30s, 40s, 50s. إذا البيشنت كتير عندها ترهل أكيد بننصحها تروح عند أصحابنا البلاستيك سيرجنز كرمال تعمل سيرجيكال انترفنشن. دكتور بيقدر البيشنت يعمل الثيرابي ويرجع يتعرض للشمس بشكل عادي أم إنه لا ما لازم هذا الشيء يصير؟ أكيد مثل ما حكينا إنه هي بتعتمد على الألترا ساوند سو نحن من تارجت ديب لايرز اوف ذا سكن مش السوبرفيشال سكن فعشان هيك حتى بالصيفية بيقدروا يعملوا هيدي البروسيجر بدون أي مشكلة. Thank you, doctor. You're welcome.